السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. محاضرتنا بعنوان Normal and Abnormal Development of Female Genital System. هذه المحاضرة مهمة لأنه associated with many obstetric and gynecological complications. بالبداية عم نحكي عن Genital Tract System، لازم نحكي فد شوية فد فيو، نرجع للثاني على مونج نحكي فد فيو point about embryo. Component which from female and male reproductive system are formed. هي عندنا الجونادز اللي نقصد بيها ovaries in female, testes in male. Genital duct system اللي هي internal genitalia from which developed اللي هي الميزونفريك بالميل paramesonephric duct بالفيميل الباراميزونفريك بالفيميل and external genitalia. فمن أقول reproductive system أقصد بيه gonads، أقصد بيه genital duct system، وأقصد بيه external genitalia. Genotype، مصطلح genotype of embryo هو أما يكون 46XX اللي هو in female أو 46XY in male. Is established يعني genotype is established at fertilization. SRY اللي هو sex determined region on Y chromosome. This region encodes specific protein. هذا البروتين سميه testis determining factor. يعني من موجود Y chromosome. Okay. موجود هذا البروتين responsible for male differentiation. And only present when بال Y chromosome. زين اول 6 اسابيع من الديفرنشيشن اوف امبريو ما نفرق المين اند فيميل، يعني اثنين هم نفس الديفرنشيشن نسميه انديفرنت امبريو. ويكس فروم 1 تو 6 ويكس سيكشوالي انديفرنت اور انديفرنشيتد ستيج. ات 7 ويكس بيجان فينوتايب سيكشوال ديفرنشيشن، يبدي بس مع ذلك ما نقدر نميز. ات 12 ويك هتجيكم بالام سي كيو فيميل اور ميل characteristic of external genitalia can be recognized. يعني بال 12 week نقدر نسوي هذا male or female. But when it's completed بال female نحتاج vaginal canalization completed at 20 weeks. يعني differentiation نقدر نميزه بال 12 weeks. بس complete differentiation يكون at 20 weeks. اللي يصير بيه بال 20 weeks هو canalization of vagina. زين. إيش عندنا at fourth weeks of gestation؟ عندنا الميزونفريك ducts زين اللي هي نسميها ولافيان duct extend from ميزونفرون okay اللي هو wolf body مثل ما جاي شوفون أذكر برونفرون ميزونفرون and ميتانفرون، وعندنا الميزونفريك okay والبارا ميزونفريك ف extend from the wolf's body to the cloaca اللي هو root genital sinus اللي بعدين differentiated from it. فمن أقصد الميزونفريك أقصد بها الوليفيان دكت اللي هو responsible for male differentiation. At 5 weeks بعدين تبدي develop swelling on either side of dorsal mesentery on medial side of mesonephric duct. تكون لنا urogenital ridge، هاي مثل ما جاي تشوفون بالرسم هذه urogenital ridge okay اللي هو a swelling on either side بالدورسال مزينتري on the medial side of mesonephric duct. زين فتكون لنا urogenital ridge. نجي على formation and differentiation of gonads. الgonads مثل ما قلنا اما شنو نقصد بيها الovaries or testes. البريميتيف جيم سيل يبدي بيها migration from the yolk sac through the dorsal mesentery to reach على متوصل للgenital ridge. اوكي this germ cell stimulates celiumic epithelium and underlying mesoderm على مود يصير بيها بروفريشن، وبعدين شو تكونه بريميتيف سكس كورد تمام. فالاصل مال الجوناس هو فروم ذا بريميتيف جيرم سيل اوكي. وهذا الرسم اللي هنا جاي تشوفون هاي الجينيتال ريدج زين هاي كلويكا واليورو جينيتال ريدج اوكي. بالسكس ويك باراميزونفريك دكت اور اللي نسميها موليريان دكت ديفلوب لاترال تو ذا ميزونفريك دكت وليفيان دكت مثل ما جاي تشوفون الصوره. هنا عندكم الميزونفريك هي نفسها الوليفيان، والباراميزونفريك نسميها موليريان دكت. الباراميزونفريك او الموليريان دكت responsible على female differentiation زين، والميزونفريك اللي هي نفسها الوليفيان دكت responsible for male differentiation. هسه انت ابو طلاب على هاي، هسه احنا اللي يهمنا هو الفيميل differentiation. الميدل زين الميدل and caudal part of موليريان دكت مثل ما جاي تشوفون middle part and the caudal part. شو يصير بيها
undergo middle تروح من اللاترال هسه هي هاي الباراميزون فريك تلتقي تجي from the lateral تلتقي بالميدلاين اوكي يصير بيها medial migration on both sides ويصير بيها fusion جاي يشوفون يعني كانت باراميزون فريك جتي بالميدلاين بس يا بارت فقط الميدل والكودال الابر راح يبقى على مش يتكون تكوننا التوب مثل ما جاي يشوفون صار بيها اول شيء migration اجن on each side وبعدين صار بيها فيوجن الميدل والكودال بارت بينما الابر بارت مثل ما جاي يشوفون هاي اللي بعدين هاي اخر صوره جاي يشوفون هذا الابر بارت راح يبقى اللي هو تكوننا التيوب والميدل والكودال بارت على مش يكوننا اليوترين كافيتي والسيرفكس ها خلصنا من اليوترس والسيرفكس ديفلوبمنت اوف ذا فيجينا احنا قلنا بعدين كومبليتد باي 20 ويك عم يصير كانلايزيشن اوف ذا فيجينا زين يصير ابزوربشن زين وبعدين شنو على مود يصير كومبليت ابزوربشن بالسبتم بالتالي يصير كومبليت كانلايزيشن مثل ما جاي يشوفون الصوره الاخيره اوكي اذا اني ديفكت بالميدل بارت بالكودال بارت او بالابزوربشن مال السبت الفيوجن اوف ذا فيجينا فايش راح يصير بالتالي راح يصير تكون لنا اكو الانوماليز راح نحكيها تو ماين برينسيبل لازم تتذكروها ان انترنال جينيتال اورجانز ديفلوب ان كلوز اسوشيشن هاي دائما هم تجيكم بالامتحان ان كلوز اسوشيشن اسالكم عنها وذ يورينال تراكت سو اذا اكو جروس انوماليز باليوتراس بالتيوبس اوكي كومونلي اسوشيتد وذ انوماليز اوف كيدني اور يوتر مرات نلقاها اكو بالفيك كيدني اكتوب كيوريتر اوكي ابسنت كيدني فدائما اغلب الاحيان كومونلي يورينال تراكت اسوشيتد وذ جينيتال تراكت anomalies development of gonads هذا البرنسبل الاول development of gonads is separated from that of the ducts اوكي okay. نقصد بها الدكت سواء ميزونفريك او باراميزونفريك لذلك functional ovary are usually present when the uterus and vagina are absent الجوناز development ما تقلنا من primitive germ cell ف development مختلفة تماما عن الدكت الميزونفريك والباراميزونفريك لذلك نلقى مرات اكو مريضه ماكو يوترس ماكو فاجينا بس عندها اوفريز وهاي البرنسبل الثاني لازم تحفظوها فيميل جينيتال دكت فورميشن ان ذا اوفري ذا ابسنس اوف تستوستيرون هسه اذا عندنا اوفري بالتالي ماكو تستوستيرون فانهبيت ايش راح يسوينا انهبيشن اوف ديفلوبمنت اوف شنو ميزونفريك دكت اللي هو ليفيان دكت فبالتالي راح تتكون لنا شنو فيميل الاتراتيك ريمينانت form of epiphron and parafron and Gartner duct زين هذه الاتراتيك ديفيجن راح تكون لنا هذين الاشياء الاتراتيك ريمينانت منين من الميزونفريك زين هسه احنا جاي نحكي فيميل جينيتال دكت فالاوفري من موجود اوفري معناها شنو راح يصير تستوستيرون انهيبيشن فبالتالي الميزونفريك او الولايفين راح يصير بي انهيبيشن اوكي الاتراتيك ريمينانت ايش راح تتكونها ما تجيكم هم بالامتحان هاي الابوفرونس او البارافرونس او الجارتنر دكت in the absence of antimullerian hormone زين باراميزونفريك دكت will be formed internal راح تكون لنا internal genital tract مع الفيميل الانتيمولاريان هو المولاريان شنو انتيمولاريان هرمون المولاريان هو نفسه شنو المولاريان دكت هي نفسها الباراميزونفريك دكت ذني الاسماء تحفظوها لانها تجيكم بالامتحان المولاريان دكت هو نفسها الباراميزونفريك دكت فماكو انتيمولاريان هرمون هذا شنو الانتيمولاريان هرمون اذا موجود راح يسوي انهيبيشن للفيميل جينيتال تراكت اذا ما موجود ان ذا ابسنس اوف انتيمولاريان هرمون فالباراميزونفريك معناها ما راح يسوي لها انهيبيشن لان هي المولاريان هي نفسها الباراميزونفريك فما موجود انتيمولاريان هرمون بالتالي راح شنو ديفلوبمنت اوف فيميل جينيتال تراكت الاوفري بدايه تكوينه عادة هو abdominal organ اوكي وين موجود high up in the posterior wall اوكي to the يبدي descend from the posterior abdominal wall ينزل للبلفيكبرم بواسطة شنو الميزونفريك ليجمنت الميزونفريك ليجمنت راح يصير بيه بعدين differentiation cranial part يسوينا suspensory ligament of the cranial part مال الميزونفريك ليجمنت cranial part راح يسوينا suspensory ligament of the ovary caudal part راح يكون الاوفريان ليجمنت من فوق واللور بارت الراوند ليجمنت اوكي يعني الاوفري هو بالبدايه ابدومينال اورجان وبعدين بيصير ديسنت باي سبيسيفيك ميزنتريك زين ميزونفريك ليجمنت وهذا ميزونفريك ليجمنت الفوق كرانيال سسبنسري والجوه هم ينقسم ابر ولور الابر اوفريان واللور راوند ليجمنت وهذا هو هنا هاي الصوره توضح ان الميزونفريك بارا ميزونفريك والاوفري شلون يصير بي ديسنت
هاي الحكي المقدمة عشان نعرف الابنورماليتيز اوف ذا اوفريز. هسه وحده وحده الاوفريز من اقول هسه ابنورماليتيز بالاوفري من اقول اجينيسيس شنو اقصد؟ اجينيسيس معناها هو الكومبليت ابسنس، اما اقول اجينيسيس او كومبليت ابسنس. جونادال ديسجينيسيس موجوده بس تريك جوناز نسميه مثل انترنال سيندروم، موجود التشو بس نون فانكشنال تشو، اوكي فنسميها ستريك جوناد اور جونادال ديسجينيسيس. او مرات شنو الانوماليز الثاني اما ما موجود او موجود نون فانكشنال او فيلر بالديسنس يبقى بالابدومينال، اوكي ما ينزل للبلفيك كافيتي. واكو الاوفيتيستيز، الاوفيتيستيز اللي نسميه ترو هرموفرودايت اللي شنو نلقى بي اوفريان تشو اند تستيكولار تشو. هذا اللي جاي يشوفونه التيرنال سيندروم اللي هو اوفريان ديسجينيسيس اللي هو ستريكس اوفري، موجود الاوفري بس نون فانكشنال، يعني تيجي البيشنت موست كومن بريزنتيشن هو برايمر امينوريا. ليش؟ لانه هما نون فانكشنال اوفري. واحد جاي يشوفون سكس كروموسوم موجود واحد اكس والاكس الثاني ما موجود، فلذلك 40 سمي 45 اكس او، اوكي ليش؟ لانه واحد من الاكس جاي يشوفون هاي الصوره بالنهايه اكس واحد موجود بالسكس كروموسوم، المفروض احنا نعرف الصوره موجود اكس اكس على مود كم مننا 46، ف واحد منهم ما موجود فيصير 45 اكس او. زين ها خلصنا من الاوفريز، نيجي على الديفلوبمنت اوف اكسترنال جينيتاليا. مثل ما حكينا بالبدايه ايرلي يعني بالديفلوبمنت نفس الشيء ان بوث سكس، حد 6 ويك احنا ما عندنا فشي. زين هذا نفس اكلنا هنا ليفت والرايت جينيتال سوالينج ميت انتيريرلي تكون لنا جينيتال سوالينج تتحول على جينيتال تيوبركل، وبعدين بال12 ويك تبدا الديفرنشيشن الجينيتال سوالينج راح تكون لنا السوالينج تكون لنا الليبيا ساكرال فولد. زين بالتالي راح تكون لنا سكروتوم بالميل او الليبيا ماجورا بالفيميل. زين الجينيتال هاي سوالينج تكون لنا الليبيا ماجورا، جينيتال تيوبركل تكون لنا الفالس. زين اما اكسترنال جينيتال مال فيميل او كلايت بالميل او كلايتورس بالفيميل، هاي بالنسبه للجينيتال تيوبركل هذا الاكسترنال جينيتال. المولاريان انوماليز، المولاريان شنو اقصد بيه؟ من اقول مولاريان مثل ما ناكد عليكم دائما مولاريان هو نفس البراميزون فريك اللي هو اليوتراس اللي تيوبس اند سيرفيكس، اوكي جاي تشوفون في هاي الصوره هاي لابروسكوبيك فيو، هنا جاي تشوفون ليفت يوتراس اند لاست رايت يوتراس، وهنا موجود التيوبس موجود الاوفريز هذا الوايت كلر، اوكي شنو اهميه هذه المحاضره؟ واي شنو هاي الدوخه؟ حكينا امبريو وحكينا على الانوماليز، هذه واي از ذس امبورتنت؟ ماجوريتي هاف نو بروبلم ان كونسيفينج بات هاف هاير ريت اوف شنو هي كلها على مود الفيرتيليتي بالنسبه ريجاردينج الفيميل، فاكثرهم اكو انوماليز نوت اسوشيتد وذ فيرتيليتي بروبلم، بس اكو لا اكو هاير ريت اوف شنو شنو السيبتوم اللي يجون او شنو الكومبليكيشن، اما تجي سبونتينيوس ابورشن بريتيرم ديليفري. ليش سبونتينيوس ابورشن؟ مثلا سمول كافيتي او سيبتوم، زين او بريتيرم ديليفري هم بسبب السيبتوم او سمول كافيتي، او يجون اصلا انفيرتيليتي، زين ابنورمال فيتال لاي او ديستوشيا مثلا فاجينال سيبتوم وسوينا اوبستركتد ليبر، فديستوشيا ات الديليفري اللي هي ديفيكال ديليفري. مرات يجون ديسمينوريا اندوماتريوسيس، ليش يصير اندوماتريوسيس؟ لان مثلا ترانسفيرس فاجينال سيبتوم او امبرفوريتد هايمن، فالبلد يرجع نفس هاي الثيري مال اندوماتريوس ريتروغريد من سيتويشن ترجع البلفيك كافيتي فيصير اندوماتريوسيس او ديسمينوريا، ومرات يجون سيرفايكال انكومبتنس. اوكي فذني كمان برزنتيشن جماعه اليوتراين انوماليز. اوكي هسه نجي حكينا على الاوفري انوماليز، نجي على اليوتراين انوماليز شنو عندنا؟ اما ابسنس اوف يوترس او اكو اما ما موجود يوترس، او مرات شنو بالفيوجن انوماليز. من يصير فيوجن اكو فد انوماليز بالفيوجن. كلاسيفيكيشن قسموها فور جروبز، اجينيسيس او ابسنس اوف يوترس زين اند فاجينا، هذا سميه روكتنسكي هوستر هوسر سيندروم اللي هو ماكو يوترس ماكو فاجينا بس دول شنو عندهم؟ عندهم اوفري. اكو يونيلاترال مثلا بس جهه واحده ديفلوب والثانيه فير سمي يونيكورنويت، اوكي يوترس. اكو ديفكت بالفيرتيكال فيوجن يعني يصير فيو يعني يصير مايجريشن بالمي بس ما يصير شنو؟ ما يصير فيوجن، فيسم يكون اما اوبستراكتيف او نون اوبستراكتيف. زين واكو لا باللاترال فيوجن هم ينقسم اوبستراكتيف ان نون اوبستراكتيف. من راويناكم الصوره هاي بالبدايه، اذا هاي راح نرجع لكم اياها هسه، هذه الصوره جاي تشوفون انه اجى لاترال فيوجن وبعدين يلتقون بالميد لاين. زين اما ما يجي النهائي او يجون
وما يصير يعني يصير فيوجن بس مو انكمبليت فيوجن او ديفكت شنو بالابزوربشن اوف سبتم. المفروض من صار فيوجن اليوتراين كافيتي ما يبقى هيك بلوكت يصير ابزوربشن هذا السبتم. اوكي فهذا الانوماليز اللي يصير بين الفور ميجر جروب. اوكي هسه نجي على اول هذا شوف هسه هذا اللي هي المايرس روكتنسكو كوستر هوسر سيندروم اللي هي يوترو فاجينال اجينيسيس. ماكو لا يوترس نلقى عندهم. هاي جا شوفوا لابراسكوبك فيو موجود اذا تشوفون هذا الوايت كلر هو الاوفري بس ماكو يوترس ولا فاجينا. فعاده شنو يجون 15% برايمري امينوريا عاده النورمال سيكندري سيكشوال ديفلوبمنت الاكسترنال ديفلوبمنت اوف اكسترنال فيميل جينيتاليا يعني الفالفا اوكي من برا زين بس الفاجينال ابسس من برا الاكسترنال بيوبك هير مثل ما تشوفون بريست ديفلوبمنت كله موجود زين النورمال ليفل اوف فيميل تستوستيرون بس شنو ابسنس يوترس اند فاجينا. ليش انه سيكندري سيكشوال كاركترستكس موجوده لان عندهم اوفري فما عندهم مشكله. اوكي الكاريوتايب هو 46 اكس اكس لان ما عندهم مشكله. اوكي بس شنو نرجع نقول 15-30% اسوشيتد مثل ما قلنا رينال هي الموست كومن بط ممكن سكيليتال اند ميدل اير اير انوماليز. اوكي هذا السندروم تميزوه على اكو تستيكولر نسميه اندروجي انسنسيتيفيتي سندروم تقريبا نفس البرزنتيشن نورمال سيكندري سيكشوال كاركترستيك بس شنو ما عندهم يوترس ما عندهم فاجينا بس شنو ماكو اوفريز نلقيقوناس تستيكولر تيشو. شلون اميزه عن هذا عن هذا ويجون هم نفس الشيء برايمري امينوريا شلون اميز هذا بالكاريوتايب. اوكي والتستوستيرون ليفل يصير عندهم اعلى بالاندروجين انسنسيتيفيتي والكاريوتايب يكون 46XY اميزه عن هذا السندروم وماكو اوفريز. هذا الحكي هو نفس اللي حكيناه ديترمان باي كاريوتايب بالصوره اللي ذكرنا. نجي عليه من على نجي الانوماليز بالفيوجن هنا انا شنو يونيكورن ويت يوترس هذا الهيستروسال بين جيوغرافي هذا جاي تشوفون اليونيكورن ويت هو المفروض اليوترس اون باث سايد يجتمعون بالنص ويكون يوترس كافيتي واحد فواحد يتطور وواحد يبقى فيلر ديفلوبت فهذا نسميه يونيكورن ويت زين. مرات لا اكو جزء يتطور بس مو كومبليتلي جاي شوفوا انا هذا هم يونيكورن ويت يعني واحد اوكي يوترس والثاني بدا بس فيلر تو ديفلوب هم يونيكورن ويت يوترس. هنا اللاترال فيوجن ديفكت جاي تشوفون هنا اللاترال فيوجن موست كومن تايب اللي هو الموست كومن تايب اوف ماليريا يعني جاي تشوفون هنا انا هسه هذا الصوره هنا تو سيرفكس هاي بالانسبكشن اوكي تو سيرفكس هنا انا جاي تشوفون هذا الصوره عندنا تو يوترس تو سيرفكس والفاجينا تو فاجينا واكو شنو سبتم بيناتهم. اوكي هذه الفيرتيكال سبتم هنا انا الصوره الثانيه سيرفكس واحد اوكي واكو شنو فيرتيكال سبتم هنا ما عندنا مشكله يصير درينج بس هنا شوف الصوره الاخيره اهم تو يوترس هذا بي درينج بس الثاني شنو صار بي ترانسفيرس فاجينال سبتم ساد درينج فدول يجون هيماتوكولبوس ابدومينال بين هسه نحكي بعدين بيها هذا الديفكت باللاترال فيوجن. هنا اللاترال فيوجن ديفكت فيلر اوف فيوجن ليش قلنا الموليريان دكت زين او فيلر بالابزوربشن مع السبتم. شوف الصوره هنا هاي شويه اوضح من هاي الصوره اللي قبلها هنا هسه تو يوترس تو سيرفكس هذا شو نسميه يوتراين ديدلفاس زين اللي هي كومبليت ديفيجن كل واحد على جهه. هنا انتبهوا لي على هذا الصور هنا هذا شو نسميه هذا البايكورنويت يوترس يعني الكورن هو شنو مثل القرن يعني كأنما تو كورن بايكورنويت يوترس. اوكي هذا الصورة اللي بصفة also بايكورنويت يوترس نشوفها بالانجل الاكيوت انجل اذا صارت فوق جاي تشوفون هذا البايكورنويت. هنا السبتيت هم جاي تشوفون السبتيت ماكو انجل فوق اذا صارت انجل نسميه كورن زين اذا جاس ماكو انجل فوق قريب الفندس اذا جاي تشوفون فقط السبتم نازله هاي كومبليت سبتم هاي بارشال سبتم وهذا اخر شيء اليونيكورنويد. شوف هسه هاي الصوره اللي هنا أنا. اوكي هاي طبعا لابروسكوب طبعا هنا اكو ادهيجن هذا يوترس هذا يوترس وهذا الديسكلريشن اللي لونه بلو هاي المثلي بلو داي شوف البيتنسي اوف تيوبس. اوكي هذا تو يوترس سبتيت يوترس هذا اللي هو هاي الصوره الاخيره هذا السبتيت هاي الكومبليت سبتم وهاي البارشال سبتم. ليش يصير ديفكت مثل ما قلنا ريزوربشن اوف ذا سبتم لانه من يصير موليريان دكت المفروض يصير بي فيوجن يصير ريزوربشن بالسبتم فاما ديفكت كومبليت ديفكت فصير كومبليت سبتم
او بارشال يصير بها ابزوربشن بس بارشال ابزوربشن فيصير بارشال سبتم. والسبتيت هذا اليوترس هاي مثل ما جاي يشوفون من اجي اميز السبتيت عن الكورنويت اشوفن فوق اباوع الفندس اكو انجل زين هذا باي كورنويت ماكو انجل هذا السبتيت اوكي. هنا هذا جاي يشوفون هذا السبتيت طبعا بالهستروسربنجوغرافي صعب يتميز فقط باللابروسكوب اوكي. هاي جاي يشوفون الصوره مع السبتيت يوترس بالهستروسربنجوغرافي من يشوفها عبارك باي كورنويت فنميزها فقط باللابروسكوب. البايكورنويت انه اكو اللي تميزوها انه اكيوت انجل بتوين تو يوتراس اوكي. بايكورنويت هسه مثل ما حكينا وخلوا ببالكم نوت دايجنوز باي سيسترو بس يعطينا فد هنت. هذا اليونيكورنويت يوتراس شنو مشاكل اليونيكورنويت مرات الكافيتي يكون صغير فممكن ريسك اوف بريتيم ليبر ميسكاريج اوكي. اكويت يوتراس كودي فورمز يوتراس يسموه هي ديبريشن جاست ديبريشن بالفندس وما بي هذا عادة مشاكل زين إلا إذا كان كومليت سبتم سبتيت يوترس نفس السبتيت. هذا الحكي نفس الشيء وهاي الكيدني راس ميها عمو تتذكرون إنها موس كمان الاسوشيتد رينال انوماليز. نجي عليه من على الفيرتيكال فيوجن ذاك على اللاترال فيوجن. الفيرتيكال فيوجن ديفكت هم ينقسم اوبستراكتيف ونان اوبستراكتيف تو كاتيجوريز اما امبرفوريتد هايمن او ترانسفيرز فيجينال سبتم اوكي. من يصير فيوجن اكو ديفكت اما هاي بالفيرتيكال فيوجن امبرفوريتد هايمن مثل ما جاي يشوفون هاي الصوره اوكي. ايش دول شي يجون البرزنتيشن طبعا شي نسوي كروشيت انسيجن ونفتحه ونسوي دريجن يجون سايكليكال ابدومينال بين تمام. سايكليكال ابدومينال بين ليش لانه هيماتوكول بس لانه كل شهر تيجي السايكل ماكو درينج فيتجمع بالفاجينا فمن بالفاجينا سميه هيماتوكول بس بعدين من الفاجينا متكفي يصعد المنيول الاندوميتريوم سميه هيماتوميتريوم وذا الاندوميتريوم مكثف راح يصير المن يعبر للتيوب هيماتو سالبنجز اوكي. ومن يتجمع البلد اكثر راح يصير بولجنج للممبرين حتى مرات يصير بلوج ديسكولوريشن. شلون يميزه ريكتال اكزامينيشن طبعا بالفيك احنا نون اكسبتد من اول سوسايتي بس احنا بالباي انسبكشن نشوف انبرفوريتد هايمن. ريكتال اكزامينيشن ممكن نلقي نحس فد ماس الالترا ساوند الام ار اي زين. وبالامبرفوريتد هايمن ريرلي انه اسوشيتد وذ رينال انوماليز. الفيرتيكال فيوجن اقل اللاترال فيوجن تجي الانوماليز ويا رينال اكثر. التريتمنت هي كروشيت انسجن نفتحها زين. الفاجينال سبتم طبعا اكو ترانسفيرز فاجينال سبتم واكو اللي هي ممكن ليفلز ابر ليفلز لور ليفلز زين ميدل مثل ما جاي تشوفون هاي الصوره. والبرزنتيشن تقريبا نفس الامبرفوريتد هايمن زين. بس الهايمن نلقاه يعني ما عندنا مشكله يعني بيرفوريتد هايمن ما عندنا مشكله بس انه تجي هم مرات يجي جاست ابدومينال بين هيماتوكولبس زين ممكن نلقاه. واذا بالابر فاجانا ما راح يجي بالها اذا الترانسفيرس فاجانا بالابر فاجانا ما يلحق لانه هو ماكو الفاجانا كلها مسدوده فما تجي هيماتوكولبس فقط بالاندوميتريوم والتيوب اوكي زين. وهي هاي شنو سكشن هنا سمر المحاضره انه أهم شيء understanding the embryological origin of defect of malarian anomalies is the key point to correct the diagnosis. I'm not the correct diagnosis. The presentation عادة يجون obstetrical problem أو يجون dysmenorrhea أو amenorrhea أو infertility. Diagnosis هو pelvic rectal examination, ultrasound, hysterosalpingography, laparoscope, hysteroscope ممكن MRI. هاي بنهاية المحاضرة مطيتكم أسئلة وياها أجوبتها. إن شاء الله محاضرة واضحة. أي سؤال أي استفسار أنا حاضرة بالتوفيق إن شاء الله.